تعرفون موقف هذه الحضارة الأمريكية وموقف هذا الرئيس المنتخب الجديد أيها الإخوة من الإسلام أحد العوامل وعامل من بين مئات العوامل التي تؤكد أنها تذوي ما رأيكم؟ ليش طيب؟ مش هتكلم كشيخ وكإمام وكمفكر مسلم لا لا أنا سأقتبس الرئيس إيه؟ نيكسون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية في كتابه الأخير تقريباً ما بعد السلام اقتبسته مرة ربما على هذا المنبر ما بعد السلام نيكسون الذي شجب الاسلام وسبه ووصفه او نعته بماذا؟ شبهه بالافعوان او بالحيه الرقطاء التي لا يمكن ان يؤمن شرها الا بضرب راسها هكذا وصف الاسلام في كتابه الفرصه السانحه او انتهزوا الفرصه هكذا هو ترجمته الدقيقه عاد بعد ان عوتب في هذا من احد مستشاريه الذي اسلم بفضل الله تبارك وتعالى عاد ودرس الإسلام دراسة متأنية في سنوات طويلة ثم كتب كتابه الأخير ما بعد السلام ما وراء يعني ما وراء السلام وكتب فيه أنا قرأت هذا قبل زهاء بضع عشرة سنة لكن هذا المعنى مئة في المئة موجود في فصل بشكل واضح حين تحدث عن الإسلام قال لا مستقبل للولايات المتحدة الأمريكية في القرن الحادي والعشرين ما لم تعقد حلفاً مع الإسلام وتفد من قواه يعني الروحية والأخلاقية والحضارية قال لا مستقبل ستنتهي الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تفعل هذا هي الآن تفعل عكس هذا تماما معاداة الإسلام تصوير الإسلام على أنه مجموعة إرهابيين مجموعة متى كنا كذلك متى كنا حين كان المعسكر الأحمر المعسكر الشرقي ناشطا وموجودا وفاعلا على الساحة كان المسلمون أحسن ناس وأطيب ناس 1997 رامزي كلارك النائب العام الاول في حكومه او في رئاسه ايه؟ لندن جنسون قال في مقابله مع احدى الصحف البريطانيه قال الاسلام ربما يمثل القوه الروحيه الاخلاقيه الاعظم والاكثر تاثيرا على مستوى المعموره اليوم. هذا صحيح. فعلا الاسلام لديه قوه روحيه اخلاقيه غير طبيعيه يا اخواني. اه تشبث حتى الأمة به قناعة الأمة بهذا الدين شيء مش ملحوظ عند إيه؟ الأديان الأخرى لكن كيف تم شيطانة الإسلام وعبر بعض الجماعات وبعض الإرهابيين وبعض الموظفين مسألة واضحة لا تحتاج إلى أي دماغ كبير ودكتوراه في علم السياسة حتى نفهم هذا هذا كان واضحا والله من أول يوم ولا يزال واضحا أوضح من الواضح على أن الأمة في تياراتها العريضة أيها الإخوة ليست مع هذه الاتجاهات الارهابيه الافنائيه العدميه، على كل حال نعود ابن خلدون يقول لك لا لا يجوز ولا يصح ان تختزل اي نموذج تفسيري في عامل واحد، هذا عبط قال ابن خلدون، هذا كلام فارغ. انا الفت مقدمتي حتى إيه؟ اجعلك ايه؟ حتى اجعلك تتحاشى مثل ايه؟ هذه الطفوليه في التحليل، شو عامل واحد؟ يقول الغرب ينحط لانه اخلاقيا عندهم الشذوذ واللواط والطلاق، شو الكلام؟ مستحيل ابن خلدون وضح لنا في مقدمته العظيمة جدا أنه حين ينطلق عامل انحطاط للحضارة يبدأ يشتغل مثلا ها كالانحطاط الأخلاقي العرق ماذا موضوع الشريعة معايير السلوك والرؤية الكونية صار في تخرب ما في حدا يناقش أنه فعلا في بعض معايير السلوك والرؤية الكونية مخرب تماما في الحضارة الغربية أليس كذلك؟ ها. معروف وضع الأسرة هنا علاقات ايه؟ الاولاد بالاباء والامهات في منتهى البؤس والضياع يا حرام، لا نتمنى ايه؟ لاي مجتمع إيه؟ ان يحظى بمثل هذا البؤس، بس هذا موجود. لكن ابن خلدون فهمنا قال انتبهوا حين ينطلق هذا العامل ننظر الى بقيه العوامل. ان سارت في الاتجاه نفسه فالانحطاط ياتي متسارعا جدا. اما ان قوامته وحافظت على فاعليتها ايه؟ الحضاريه ضده فستؤخر الانحطاط ان قليلا او كثيرا بحسب ماذا؟ النسب بحق عقليه غير طبيعيه وهذا هو الان من الذي يناقش؟ من الذي يجادل؟ من الذي يرفض ان الحضاره الغربيه صح فيها حصل انطلاق وتشغيل لعوامل انحطاط سجلها بالذات الالماني العظيم ووزوالد شبينغلر في كتابه ايه؟ فول الغرب وفول او اضمحلال يعني الغرب وسجلها تومبي سجلها كثيرون صحيح لكن كما قلنا ايه في باب ماذا؟ معايير السلوك وفي الرؤيا الكونيه صحيح فيه انطلق هذا العامل لكن من الذي ايضا يخفى عليه ويعمى عليه ان هناك عوامل اخرى كثيره عادلت هذا التخريب يعني واحد يقول لي عجيب صحيح في فاعليه الدين ضعيفه رقابة الله الإيمان بالله واليوم الآخر وترى هذا حتى في الأدبيات حتى في الأفلام صعب جدا واحد يتحدث عن ماذا آه؟ عن مراقبة الله وخشية الله وإني أنا إيه يعني أتنزع عن هذا المال وعن هذه الصفقة لأنها محرمة شرعا ولا ترضى الله هذا يعتبره عبط هذا فهمت كيف أنت المادة والكسب المادي هذه القيم إيه لها أولوية مطلقة لكن لماذا الناس هنا أكثر أمانة وحتى المسلم وقلنا هذا اكثر من مره يفضل ان يتعامل يعقد صفقه اي صفقه تجاريه مع واحد غير مسلم غربي حقيقه يكون غربي آه، على ان يعقدها مع اي مسلم عاد عربي تركي بوسنوي فارسي ايراني ايا كان لماذا؟ في اخلاقيات اخرى تعادل في اخلاقيات اخرى في هيبه القانون ايضا في هيبه القانون في اشياء عملت معادله بلا شك موجوده فهذه إيه؟ سوف تبطئ كثيرا من إيه؟ الاضمحلال والانهيار وبعدين هذا ايه؟ عامل ضمن ايه؟ عامل كبير، عامل ايه؟ الاخلاق او عامل ايه؟ معايير السلوك والرؤيه الكونيه. انت لديك مئات التفصيلات. اخذت لي شغله واحده انت وتقول لي حتنهار. هذه طريقه منتهى السذاجه، منتهى ايه؟ الغراره في التفكير اخواني واخواتي.